فطبعا يعني فرقة تقيلة، أسماء تقيلة، ومنها رحت لمنتخب مصر. رحت منتخب مصر. منتخب مصر و... ومن منتخب مصر لتدريب منتخب مصر. لكن رحلة منتخب مصر ولوس أنجلوس زي ما شفنا في التقرير الهدف اللي حضرتك يعني ده جون الجزائر. ده جون الجزائر. وفي برضو جون بتاع تونس تأهلنا بيه لأمم أفريقيا. برضو كان هدف كسبنا 1-0 في القاهرة هنا. كنت أنا اللي جايب الجون وتعادلنا 0-0 في تونس. ده كان برضو هدف وصلنا إلى أمم أفريقيا. اللي كانت في كوت ديفوار. والهدف دي كانت اخر دوره اولمبيه اتلعبت بالفريق الاول اللي هي كانت بتاعت 94 لا ده كان لا لا مش 94 84 كان هو الفريق الاول ما كانش في المنتخب الاولمبي. لا مش في المنتخب، كان الاولمبيات بتلعب الفريق الاول. دي كانت اخر دوره وكانت في لوس انجلوس. هناك اتمتعنا برضو طبعا اكيد. قعدنا شهر بسم الله ما شاء الله اتمتعنا فيه. بس وبعد كده بقت عملت تحت سن 23 سنه فده كان اخر بطوله اولمبيه. ده كانت بطوله اولمبيه.